كيفك أختي ريتال؟ كل عام وأنت بخير. بخير يا أخي، شكرا جزيلا لك. قولي لي يا ريتال، ما هي القصة التي ستروينها اليوم؟ فإن لديك قصصا جميلة جدا. سأروي لك اليوم قصة عن الأمانة أخي زين. احكي لي يا ريتال ما هي القصة. في يوم من الأيام وليلة من الليالي، كان هناك رجل صالح فقير، هو وزوجته يبحثان عن لقمة عيشهما. وفي يوم من الأيام قرر الرجل أن يذهب لمكة المكرمة ويدعو الله أن يرزقه برزق حلال. وفي هذا الوقت كان هناك رجل ثري وصالح، أعطى رجل 10,000 قطعة نقدية وقال له: ضع 2,000 قطعة في الحرم وسوف يجدها أحد الرجال واسأل عنها، وإذا رد المال لك فأعطيه 10,000، وإذا لم يردها فخذ 8,000 لك. وفعل ذلك، فوجد ذلك الفقير كيس المال الملقى في الحرم، فأخذ يبحث عن مالكه، وعندما وجده أعطاه 10,000. فقال له الرجل الفقير: لماذا؟ ألم تكن تبحث عن مالك؟ فقال له صاحب المال: لقد كان هذا اختبار لك وأنت نجحت فيه، فأعطاه المال وذهب، وهذا هو أثر الأمانة. أحسنتي أختي ريتال، الأمانة مهمة جدا. بانتظارك في قصة جديدة بأمر الله، وكل عام وأنت بخير.